اهلا وسهلا بكل الحبايب. هذه معكم ليلى، ليلى في امريكا، وحبيت نشارك معكم اليوم يا بنات الايديا ديال سيلين في البيتسي ريتشارد. بيتسي ريتشارد راح كل شيء بالتخفيض. بالنسبة اللي باغي توستت، all the toasted for the kind toasted، يعني صغير كبير بالأنواع. ولا ستيمر لابغيتو تصايبو أي حاجة، الكوكوت بريشر أو لا ستيمر ديال الكسكس ولا الرايز ولا الملوخية. أنا بعدا تنطيب بهذه بالملوخية تجي رائعة. أو the juices، واللي بغيتو تصايبو ديال الابو والخضار والخضار وديال الفواكه ديال العصير راه هي تتباع 99، كانت غير 179، دابا ولا 99، هذه كانت ب 99 ولا 79 دولار. يعني هذه ديال الجوس هذه بوحديتها، وكاينين لي فود بريسس الانواع اللي الثمنات رخاصين، كل شيء بسيط. هذا اللي صغارين اللي هو سينجل او لا اكثر، هادو اللي شفتهم ديال العصيرات وديال الفود بريسس. ستيمر رائعه هذه. طبيعه الحال كل شيء بالتخفيض، اللي بغى الاكسبريسو كافي او لاي ماشين ديال الكافي والمصالح كل شيء بالتخفيض، وطبيعة الحال والماشينات بالتخفيض ديال الحلاوي العجنات الحلوة والإكسبريسو. وأنا نرجع لكم هنايا وتشوفوا معايا اللي باغي يدير روستيشري تشيكن، اللي هي دجاج محمر، اللي هو اللي عنده جردة كبيرة أو لا بغى يشري راه بالتخفيض البنات في البيتسي ريتشارد. واهلا وسهلا فيكم. طبعا في كل ولايات امريكا تنظن دايرين تخفيض، هذا هو سيزنين الوقت ديالو ديال التخفيض في كل البلاصه. في كل ايضا هنايا عندهم تخفيضات في الفرارن. في اي نوع ديال الفرارن اللي حبيتو على حسب ثمنكم راه بالتخفيض. بنات تنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو اللي تنقدمو مجرد مشاركه. طبيعه الحال كاين البنات اللي تعرفوا، وانا تنشارك مع البنات اللي ما عارفينش بلا بيتسي ريتشارد في الاوغوست تيديروا السيل في هذا الشيء ديال الكيتشن او لا اي حاجه. طبيعه الحال في كل شيء في اي مكان، اي حاجه على حسب ثمنكم وعلى حسب اللي بغيتو. وطبيعه الحال هذه هاوس اللي باغي عنده الديور كبارين، اللي باغي كيفاش يدخلوا الفرن داخل ديال بحال بلاكارات هما كيتشن. هذه مجرد مشاركه معكم في بيتسي ريتشارد، يعني تيديروا اشياء كثيره جميله جميله. طبعا كاينين شركات كثار من هادو، وهذه نوع اخر ديال الكيتشن. هما يصايبوا لي كل شيء في دارك. وطبيعة الحال كما تتشوفوا ثلاجات اللي باغي يدير راب السيل، ثلاجات او لانه هادو رخاصين حتى هما. والانواع ديال الثلاجه على حسب فلوسكم البنات، صغارين كبارين. هذه مجرد مشاركه معكم في لي مارك، كاينين كثارين هاد الاريا كلها ثلاجات. طبعا بيتسي ريتشارد وهادو ديال الاوفيسز، ثلاجات ديال البيروات
وهذا الفران اللي تيكون في الحيط. وهذه الانواع اللي تكون في الحيط مايكروويف. وطبعا هادو انواع اخرى ديال الثلاجات اخرين. بالرجورات وثمن مناسب كثير بنات. الديش واشر، ماكينة المعن، ونوع آخر هذا كما تشوفوا فيها جار. وهذه كمان ثلاجة كبيرة. هذه ثلاجة، وهذه ثلاجة. طبعا اللي عنده بيوت كبارين. وهذه هي الاريا ديال الكيتشن والماكينة الصابون كما قلت لكم، الماكن ديال الصوابن، كل شيء بتخفيض. اللي بغى يبدل الماكينة ديالو او لا بغى، احنا تتعرفوا في امريكا الناس تبدل الماكن وتبدلوا التلالج كل فترة فترة، تبدلوا التلالج. وهذو انواع جديدة في الماكن وبالتخفيض، ناقص الثمن يعني. المهم هادو هما كل شيء ديال الكيتشن او ديال لاندري او تتعلق بكل شيء ديال الالكترونيك. وهذيك الاريات كاملين او الفاكيوم، فاكيومات بالتخفيض، الباربيكيو صغير كبير اللي حبيتو. كما قلت لكم روتوسري تشيكن اللي بغيتو ديروه، ها هما كاينين صغار كبار بالعدد كلهم. تتلقاو اي حاجه بغيتوها بالمناسبه ديالكم على حسب القياس ديالكم، صغار كبار كل حاجه. مثلا هذا الباربيكيو صغير اللي عنده سمو فاميلي او لا بحال هذا او لا بحال هذا. وعلى فكره هادو تيطيبوا الرغايف على بزبيناتهم، اولا تحطي الطاجين فيهم على بزبيناتهم تيطيبوا لك الطاجين رائعين. وطبيعه الحال الالكترونيك كلها موجوده، الكمبيوترات التابلت او اي حاجه بغيتوها، التليفونات او تي في او اي حاجه راه بالتخفيض. انا تنركز على الكيتشن اريا كيتشن، ومرحبا بكم. هذه بيتسي ريتشارد، وهذه معكم ليلى من امريكا، ومرحبا بكم يا بنات. ثانك يو فيري ماتش اول اوف يو.